كتير يعني مجهود، والكوريو كارسينوما هي كمان ملهم
ثلاث صفحات، وعشان اذاكر الثلاث صفحات دول مجهود كبير، ست صفحات. وغالبا الصراحه بذاكر ابورش ويكتبت وباجي على الفيزيكال مود وبتعب. وغالبا الصراحه باجي على الانترنت يوزز وما ذاكرش كل كارسوما وبتعب. اقول ان انا اعملها صفحه لذيذه توفر المذاكره اللي عندي حضرتك الست صفحات دول، واقدر مع صوره محرك الاول اناجي على الفيزيكال مود اللي خلصناها قبل كده. والحاجه الثانيه ان ادخلها في كومبير اند كونتراست لذيذ جدا. عند مين الناحيه الثانيه بالكوريو كارسينوم، خصوصا السؤال لما بيجي اخر السنه لا بيجيب لي دي ولا بيجيب لي دي، امال بيجي يجيب لي ايه؟ ديسكاس جي بي تي. طب يا دكتور ممكن يجيب دي لوحده ويجيب دي لوحده؟ انت لازم بقى يبقى عندك القدره انك تلم وتبعزم. لو جالي جي بي تي ازاي الم نفسي؟ وقت الثلاث صفحات دول والثلاث صفحات دول. لو جالي الفيزيكال مول ان شاء الله ب70 نمره ازاي اوسع؟ لو جالي الكوريو كارسينوم ان شاء الله ب100 نمره ازاي اوسع عندي؟ فقلت نمره مع صغير الحق، خصوصا الشباب كلها خلاص عندي اسلام عرفت عندي حضرتك ان السكيما هي عندي مين؟ سكيما تيومرز. كام حاجه بتكلم عليها دايما؟ 10. برافو عليك. اما اجي بقى اتكلم على الجي بي تي الاثنين عندي مع بعض، اول حاجه هبتدي بمين؟ اول حاجه اتكلم على الفيزيكال مول على الفيزيكال مول على الفيزيكال مول على الفيزيكال مول لغايه مين؟ لغايه الاخر. طب وفي الاخر يا دكتور بيبقى فيه ايه؟ في الاخر بيبقى بعد ما نفرغ ونعمل سكشن ايفنتويشن للفيزيكال مول بيبقى فيه متابعه فول اب للاتش سي جي. اه دكتور فاكرنا اللي بفضل اتابع كل اسبوع كل اسبوع لغايه ما ابقى مين؟ نيجاتيف. لا يا ولاد احب اسمع لغايه ما يبقى مين؟ نيجاتيف. لا يا ولاد احب اسمع لغايه ما يبقى مين؟ كم مره عندي نيجاتيف؟ ثلاثه. طب افرض حضرتك عندي وانا بتابع فوجئت ان الاتش سي جي بعد ما بقى نيجاتيف بقى بوستيف، او اساسا عندي بلاتو مش راضي يقل، او من الاساس عمال بيعلى بيعلى. انت عارف ده يشككك ان انت دخلت في مين؟ في كوريو كارسينوم. وساعتها تفضل تمشي شايف انا بمشي ازاي بصباعي تكتب 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 يعني بتحكي له قصه، وبعدين فجاه تروح مكمل 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 كانه بتكمل بقيه مين؟ القصه. يعني هو مرض عندي اخباره ايه؟ متتابع عندي مع بعض. اسلام شوفوا عايز ايه؟ اه اسلام حرام عليك يا رب حرام عليك يا كيف يا رب. تمام؟ فاول حاجه عندي دايما بعرفها هي مين؟ الديفينيشن. والحمد لله بقى ان انا عارف بقى ان الديفينيشن عندي بتاع الفيزيكال مود بتكلم على حاجه بناين، لكن الكوريو كارسينوم بتكلم على حاجه مين؟ مالتنا. وتاني ايتم عندي دايما بعد الديفينيشن هو مين عندي؟ الانسنس. والحمد لله بقى ان احنا عملنا ورقه رهيبه اسمها جنرال سكيم، وعرفنا الديفينيشن ازاي افرق البناين من المالجنت وعليه كلمه اتيبيا، وازاي بعد كده عملت انسدنس وابتديت عندي ارتب عندي الحاجات عندي حضرتك بعد كده. وبعد الديفينيشن والانسدنس مين عندي حضرتك؟ اتيولوجي. اتيولوجي لغايه دلوقتي ما حدش عارف الجنان الجنان بتاع الفيزيكلر مول ده ايه سببه. فاكرين كان شغل ايه؟ شغل صعايده كان ام نون، محدش عارف ان الكوريو كارسينوما اتيز ويل نون. لا يمكن يبقى عندي مالجنان سيلز وذا تروفوبلاست غير اما يكون عندي مين الاول؟ بناين. لا بص شوف الناس فاهمه ازاي غلط، متخيله ان الكوريو كارسينوما ما تجيش الا بعد عندي مين؟ فيزيكلر مول. شايف الكلام الصح يقول لك ايه؟ تيجي بعد اي مصدر يتوافر بالتروفوبلاست، سواء عندي حضرتك ده كان فيزيكلر مول، سواء حضرتك عندي كان عندي حضرتك ده حمل حتى طبيعي، سواء كان ابورشن او اكتوبيك، اي عندي مصدر لمين؟ للتروفوبلاست. عشان كده بيسموه ايه؟ جاستيشنال تروفوبلاست، لان لا يمكن لا يمكن يتواجد تروفوبلاست الا لما يتواجد ايه الاول؟ حمل. جاستيشن عندي الاول. وبعد الديفينيشن والبيزنس والايتيولوجي دايما السكيما بتاعتي بتتكلم في الايه؟ في التايبس. وتشوف جمال ورقه زي دي اللي هي تفكرني ان التايبس بتاع الفيزيكلر مول كان اثنين، يا اما كومبليت يا اما عندي بارشال عندي. وتفاجئ برضه ان الكوريو كارسينوما بالمقارنه تو تايبس، اصل دماغي دي تستوعب ايه ولا ايه؟ يا اما تعمل عندي ميتاستاسايزنج او نون ميتاستاسايزنج. برافو عليك برافو عليك. وشايف بقى اللي يهمني في الاخر ايه بقى؟ ميديكال بيتش. هي دي يا اولاد اللي هيلعبوا بيها عندي حضرتك ويجيبوها الحته دي اللي دلوقتي هنشوف الحركه الدراميه بتاعتها تيجي على هيئه مين؟ باذن الله كيس.
والكلينيكال بيكشر الاسطمبه بتاعتها معروفه، يا اما العيانه بتشتكي بسيمتوم، يا اما السايز عندي يا جنرال يا ابدومينال يا مين يا لوكال. اتفاجئ دايما عندي ان الكلينيكال بيكشر اللي بتكلم عليها المين سيمتوم هو ايه؟ عندي بليدنج. بليدنج برافو عليك. او الفيزيكولار مول دي كانت واحده من ثلاثه بليدنج عندي ان جيت بريجنسي ايرلي بريجنسي، ويبتدي الكيس بتاعته كده ويقول لي واحده حضرتك حامل في 12 اسبوع وجات حضرتك عندي ليك وجاينال بليدنج، وهنشوف بقى ايه اللي هيحصل بعد تدور هذا الكيس. طبعا لو مجرد واحد قال لي 12 اسبوع وجاينال بليدنج، اول حاجه بتيجي في دماغي مين؟ ابورشن. برافو عليك. نسبه الابورشن كام لو انتوا فاكرين؟ 10%؟ لا زادت يا ولاد، بقت 15 ل 20% علشان التلامس. طب وتاني حاجة عندي في الدنيا افكر فيها مين؟ التوريك. لا زادت يا ولاد من 1% بقت 3% عشان الاي ار تي اللي زاد والاندوميتروز اللي زاد والكونتراسبشن اللي زاد. وتالت حاجة افكر فيها مين؟ فيزيكولار مول. وشايف الترتيب كان لذيذ ازاي؟ فاكرين مراجعة البليدنج ايربرنسي؟ 10%، 1%، 1 في 1000، 10%، 1%، 0.1 عندي مين؟ بيرسنت. طب وحتى عندي الكلينيكال بيكشر بعد كده جنرال وابدومينال ولوكال هتبقى لذيذه جدا. هتفاجئ من البليدنج، العيانه عندها انيميا وعندها اعراض اخرى ناتجه عن التروفوبلاست اللي عمال يطلع هرمونات. الناحيه الثانيه بقى تفاجئ ان عندي انيميا واعراض ايه؟ واعراض مالجنسي ميتاستاسيس ومش عارف. ابدومينالي هتلاقيني موحد الكلام، ما ده بقى اساس الموضوع، انك هتلاقي دايما حاجتين، هتلاقي سوالنج وهتلاقي عندي بين. وهتفاجئ ان الرسمه دايما هي اللي هتفسر لك، هتقول لك السوالنج ده هنا سببه من مين؟ فالكل عارف بسبب البطيخه الكبيره. طب وسبب البطانتين الكبار ايه؟ فالكل عارف الفيكاليتين سيستم. ويتبقى عندي هنا ايه اسباب البين؟ وتفاجئ عندي ان نفس الكلام بيتعمل الناحيه الثانيه ولوكال. هنا هتلاقي طبعا اكيد نازل من الست مين؟ بليدنج. وفي حاجه باثوكنومونيك طبعا لو لقيت نازل عند مين؟ باسكل. وهناك نفس الكلام، ده هناك كمان هكتب لك قاعده ان انا دايما اشك في الكوريو كارسينوما بعد اني هتفاجئ كونتاكت بليدنج ولا بوست منوبوزال ولا بيري منوبوزال افتر اني ريسنت ترمينيشن اوف بريجننسي. لو حصل بيرسيستنت ريجولر بليدنج اشك في ايه؟ كشورت. لكن لا يمكن عندي يا مايكل ان انا اؤكد غير اما اعمل مين؟ انفستيجيشن. طب وايه الانفستيجيشن اللي تقدر عندي تشوف بيها رحم كبير؟ الترا ساوند. وايه الانفستيجيشن اللي تؤكد عندك ان التروفوبلاست بيطلع عندي هرمونات؟ اتش سي جي. هما ثلاثيه اتش سي جي والترا ساوند، لكن لا يمكن تؤكد ان ده تيومر غير اما تاخد ايه؟ تيومر لازم ايه؟ بايوبسي. بايوبسي. وفاكر البايوبسي كانت تيجي تقول لي حاجه من اثنين، لو لقيت السلايد بيضه يبقى ليبتك بيض، فاكر الكلام ده؟ لو لقيت السلايد عندي هيموراجيك عندي حضرتك اشك اكتر في مين؟ مالجنس. مالج بس محدش يقلق، ده من اتفه الحاجات اللي نقدر نعالجها في الدنيا هي مين؟ الفيزيكولار مور. بس عايزك بس تفتكر حاجتين، الحاجه الاولانيه ان العلاج حسب ايه يا اولاد؟ السن. لو هي صغيره في السن هنشفط عندي مين؟ الفاسكولار. لو هي عندي كبيره في السن هنعمل ايه ليها؟ هنعمل هيستريكتومي. وعايز اقول لك على حاجه بقى، ان في الحالتين عندي حضرتك سواء بعمل سكشن ايفاكيويشن او هيستريكتومي لازم اعمل فول اب. وانا كاتب الفول اب على حاجه واحده ولا على اثنين؟ تحت الاثنين. ايه ده يا دكتور؟ هتلاقيه في بعد هيستريكتومي هتشوف دلوقتي حالا ان في شويه فاسكلز ممكن تستخبيها يمين عندي وشمال. طب وليه يا دكتور فولو اب؟ فولو اب علشان عندي لو الاتش سي جي عالي او السلايد طلعت عندي راديش اشك في مين؟ كوريو كارسينوما. وساعتها لما تيجي تبص على الناحيه الثانيه تلاقي الموضوع على فكره غير تفاهه، غير تفاهه. ده انا ممكن ياخد في البدايه ده 3 دقائق شرح. انا بقول لك ديجريشن ده مالجنس وتروبلاس، الايز بتاعه ريل، التيومر ده يا ولاد ما يحصلش غير لما اخليه عندي حمل. ويا جماعه انواع ممكن يبقى متسلسله ونوع متسلسله. يا جماعه الكلينيكال بيكشر عندي بيجي عندي منين؟ بالليدنج. يا جماعه العيانه دي جنرالي هلاقي اخبارها ايه؟ انيميا. ابدومينال هلاقي عندها مين؟ سوان وبير. لوكال هلاقي عندها مين؟ بليد. يا جماعه الانفستيجيشن هي هي. يا جماعه التريتمنت عندي ان انا بدي مين؟ كيموثيرابي. شكرا شكرا. وعايزك ممكن تخلق لي الموضوع على هذا، هتفكر الكيمو سيرابي الاشهر ايه هو؟ هي بس المشكله عندنا هتبقى هنا، ان احنا بنقسمهم تو جروب،
لو ريسك وهاي ريسك. اللو ريسك جروب بياخدوا سنجل ايجنت كيموثيرابي اللي هو الميثوتريكسين. الهاي ريسك جروب بياخدوا عند حضرتك مالتي ايجنت كيموثيرابي. حتى يا سيدي لو اخيرا يعني مره في حياتي السنه دي الليوكيميا والليمفوما كانت مليانه، لو قلت لك المالتيبل اللي هو ماك اكيد الكل هيبقى عارف مين الماك ده. ميثوتريكسين. وكل بيقول اكتينو مايسن دي اكتينو والسي لا معروفه بس ما اعرفش حاجه غير بحرف السي من ايه. حتى يا سيدي لو غلطنا وقلنا ادريا مايسن غير اكتينو مايسن دي، انت فكرك ان الاستاف عارف الكلام ده؟ يا اخي اخدين الكلام ده ونسيبه تمام. وحتى يا سيدي لو ده ما نفعش المالتيبل ايجنت الثلاثه شايف بيزودوا عليه حاجه قبليه اي وحاجه بعديه او، بيسموه ايماكو حتى عشان يبقى اسمه لذيذ شويه، بيسموه ايماكو. ايه الكيموثيرابي الوحيد اللي تعرفوه بحرف الاي؟ الايكيبو الايكيبو زايد يعني شويه كده. طب قول لا قول يبقى هو الصبح اسبرين اونكو مين اللي هو بين كريستين. او في ناس الصبح قالوا لي اونكو كريستين يعني هو بيتلوش اونكو مين اللي هو البين كريستين. عارفين والله العظيم بشوي الوحيد اللي حاضر معايا في الجروب اللي قاعد المراجعه بتاع الصبح وبيقول لي ان الليبر اتس اوكي. بس المشكله يا دكتور محمد في الامتحان هل افتكر الصراحه؟ لا يعني انا اقول لكم الصراحه هم دلوقتي رغم ان قبل الامتحان في كام يوم 14 18 السنه دي بيقولوا ان احتمال يبقى 21 يوم بس من كثره يا رسول الله حد بيذاكر الفتره دي كلها ولا الناس هي مخنوقه واكزوست وخلصانه. الناس بتبقى عايزه ايه عندي؟ تلم عايزه شغل من عندي سكيمز مش اكتر من كده. بسالك انت لا تسكت على التمرين ذاكرت فيبرود ما ذاكرتهاش عشان تبقى صريح قال الله وقال الرسول ده انت فاهم بيضحك عليا. طيب بص يا سيدي الفيبرويد كانت ورقه بالعرض. لو جيت اقول لك يا مفروض الباثولوجي والكومبليكيشن والكلينيكال بيكشر والتريتمنت ايه الخيالات اللي انت فاكرها من الباثولوجي؟ قول لي كده كلمه تفكرني بالباثولوجي. اصل الباثولوجي هاي نص كروم شكرا. طب واحد نص كروم برحله والكومبليكيشن اللي عندي اول مجموعه كان اسمها ديجنريشن وبعدين انفكشن وبعدين تورش وبعدين فاليكس. انا اتحداك يا غفران رغم ان انت متخيل انك مش فاكر انا اقول لك انك فاكر. هما كانوا كام ديجنريشن؟ سته. قسموهم لاثنين اثنين. قول لي مين الاثنين اللي في الصدر؟ فاكلاين فولد بار سيستيك او سوزيك. طب الاثنين اللي في البريفري؟ فاكلاين فولد بار كالسيفيكيشن. طب الاثنين اللي في الاخر؟ واحده مع الحمل واحده بعد الحمل. ديجنريشن اتروفي. طب الكلينيكال بيكشر افتكر كده اي كلمه خايفه تفكرني بالكلينيكال بيكشر ايه؟ ده انا جايب لك ان خالتك اللي فوق حضانه ابا سادا وتلاقى بي عندي في الاخر. والتريتمنت التريتمنت دايما كان عندي دواء فشلت جراحه بسيطه فشلت. قول لي الادويه بتاعت موضوع هايبر استروجينيميا ادويه عباره عن ايه؟ الياها. اسكت الياها. طب والجراحه البسيطه لو الفابرود ده مدلدل اسمها؟ طب ولو موجود في البطن اسمها عندي؟ والجراحه الكبيره اسمها؟ بس على فكره ان في اخر السنه مش من المفترض ان الفايبرود ياخد معايا مجرد ربع ساعه لثلث ساعه بالاسلوب ده. اكتر من ده مش هقول لك هتضيع وقت هتتعب مش هتقدر تنجز. ولو افتكرت مجرد عندي الكلوز اللي بقولها دي ان حاجه مثلا ان دايما العلاج عندي يا اما دواء يا جراحه بسيطه يا جراحه كبيره. موضوع زي الاندوميتريوز فاكر الادويه بتاعته كانت ايه؟ الادويه ايه؟ طب لو فشلنا الجراحه البسيطه بايه؟ بالمنظار. وحياه ربنا شوف انا لا يمكن احلم غير ان ابقى واثق لان انا يعني اساسا بصوم رمضان بالعافيه فمش هزوم عشان خاطرك ثلاث ايام كمان. والله العظيم هتفتكر الادويه. اصل رسمه الجراحه قصدي كانت ايه في اف وقلبت مين؟ قلبت. بتعمل ايه في الانبوبه اللي بايظه؟ بتعمل ايه في الاوفريان سيستم مليان ماده شوكولاته؟ بتعمل ايه في اليوترس الار بي اف؟ بتعمل ايه في الاندوميتروتيك باتش؟ وكل ده ومش هتفتكر غير حاجه واحده كريس جريز احمر شفايف. بقول لك احنا من ايه بنفتكره في الاخر. فهمت عندي يا غفران؟ حط دايما لنفسك سكيما. حط لنفسك سكيما ما تعذرش نفسك بالذات الناس بالذات الناس. الله يخليك علشان انت اخويا الصغير وانا بحبك عشان كده انا عايز مصلحتك وتقدر بعد كل الكلام ده عندي حضرتك يا لؤي
تقدر تجاوب عندي وتسمع لي الفيزيكلر مول. يلا نبتدي الرواية. يلا ربنا يبارك. الديفينيشن يلا. ده حاجة بناين ولا حاجة مالجنت؟ بناين. بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك يا أخي. أنت عارف الفيزيكلر مول ده كان هنا ولا هناك؟ هناك فين؟ قلت له أي حاجة على الفيديو. بجنوب شرق آسيا. إيه اللي حصل عندي؟ شفت الصهاينة؟ كان يجي السبرم الصهاينة يخش عندي على الخلية بتاعت البول. الأم تتخض والكروموزومز بتاعتها تختفي. وساعتها حضرتك تفاجئ الخلية إن ما فيهاش غير 23 كروموزوم بتوع مين؟ الأب. تفتكر الخلية دي تعيش ولا اسمها هارف لايف؟ طب ازاي عندي الصعيدي ما يموتش؟ يقول لك لا، حاجه من اتنين، يا يعني ادي واحد صعيدي زميلي يجي كمان يساعدني يعمل ايه عندي من نفسي؟ يعمل حضرتك نسخه عندي من نفس. بس لو عملت كده نسخه من نفسي بقيت عندي العدد بتاعي كام كروموزوم؟ 46. خليه حيه ولا مش خليه حيه؟ خليه حيه وتعيش وتتكاثر، وشايف عندي تبتدي تمشي في الانبوبه وتتكاثر عندي وتبقى خليتين وتبقى اربعه وتبقى حد عارف اسمها ايه؟ يا ولد صح مريلة. وبعدين تفضل تتمشى في الانبوب. هتفكر بتتمشى كام يوم؟ وفعلا بعد ثلاث ايام تيجي على اليوم الرابع وتعدي هنا. وحضرتك عارف لما تعدي هنا هيبتدي يحصل لها ايه؟ ديفرنشيشن، هتتحول لتو ماسك. عارف الماسك اللي ارسمها هي دي مين؟ يا ولد اكتر سماس. طب والماسك اللي انا مش هرسمها دي اسمها ايه؟ نذر. يبقى في انر سماس، لان علشان يبقى انر سماس محتاج 23 كروموزوم منين؟ وده مش متوفر عندي. موضوع مين؟ الام. فتفاجئ يا باشا ان مين عندي اللي بيلعب لوحده في الملعب؟ البروفوبلاست الفيلاي. طب يا دكتور محمد هذه الفيلاي ايه عندي الفانكشن؟ عايز تسالني عن الفانكشن بتاعتها؟ الحمد لله ان ليها ثلاثه فانكشن كلهم بيبتدوا عندي بمين؟ واول فانكشن عندي بحرف الاف ان هي تخش كده على الديسيدي وترشا وتعمل عندي مين؟ يا ولد. وفعلا كانت الفيلس عندي بتتحول لحاجتين، المين فيلس او اللي بيسموها انكر فيلس، او عندي حضرتك السكندري فيلاي او اللي بيسموها فلوتنج عندي. برافو عليك. وفي نفس الوقت اما تخش ترشق عندي على الديسيدي وحضرتك تبتدي تعمل ايه في الاوعيه الدمويه عندي بتاعت الام؟ تبتدي عندي حضرتك تنزفهم. برافو عليك، برافو عليك، تنزفهم. تعمل ايه عندي؟ تنزل هنا دم كتير. حد عارف السبيسز اللي انا فيها دي اسمها ايه؟ فاير كوريو ديسيدوال مين سبيسز. حد عارف الويف انفيجن انا دخلت دي اسمها ايه؟ اسمها برايمري ويف اوف انفيجن. برافو عليك. وارفقك علشان الفانكشن الثانيه عندي ان تاكل البيبي وتعمل مين؟ فود اند نيوتريشن. برافو عليك. طب ايه الفانكشن الثالثه؟ حد عارف ان عندي نوعين من الخلايا اللي ليها عندي حضرتك ممبرين اسمها؟ اما السنسيتيوم اللي بره فاسمها سنسيتيوم. حد بقى عارف حضرتك الفانكشننج يونت بتاعتي اما تفرز عندي حضرتك الاتش سي جي هتفرزه عندي حضرتك من السايتو ولا سنسيتيوم؟ ما كانش ينفع ده سؤال، كان يبقى سؤال ساذج لناس ساذجه لو هيجاوبوا سايتو. كوني اقول لك سايتو ولا سنسيتيو اكيد الاجابه عندي الايه؟ الغريبه اكيد عندي منين؟ من السنسيتيوم. يطلع عندي اتش سي جي يبلغ رساله عندي للاوفري يقول الكوربس ليتيوم يموت ولا لا تموت؟ تفضل عايش عندي 12 اسبوع. حد عارف مين؟ عبال مين يتكون عندي؟ وهي ساعتها تقوم الفانكشن وتطلع بوث مين ومين؟ اسمه كوليسترول. وفجأة أخوك لقى نفسه أعزب في المنطقة، لقينا نفسنا باللايك وذاوت إيه عندي؟ وذاوت حضرتك عندي فيتس. فابتدى عندي يعمل الفانكشنز الثلاثة دول بزيادة، ابتدى حضرتك عندي يخش بزيادة، وابتدى يقرقط في الأوعية الدموية بزيادة، وعندي الدم ده مليان خير، خير نيوتريانس وأكسجين وجلوكوز وحاجات فظيعة عايزة تروح لمين؟ مفيش فيتس، كل الخير ده ليا انا لوحدي. ابتدي حضرتك اكل واكتر واكل واكتر واكل واتكاثر واتكاثر، ونسيت ان نهايه كل تخين، نهايه كل تخمه ان الواحد يحصل له ايه؟ يموت من كتر الايه؟ من كتر الاكل. ابتديت حضرتك اضغط على البلاد فيسل بتاع الفيتس، ابتديت اقفش على الادويه الدمويه بتاعت الام، ابتدى يحصل لي نوع من انواع الاسكيميا يا لؤي. حد عارف الديجنريشن اللي هيحصل دلوقتي اسمه ايه؟ يا ولد من النوع المائي هيدروبيك ديجنريشن. وابتدت عندي تتحول عندي لحته عنبه، بس عنبه عندي حضرتك مليانه ميه ولا فيها شويه ميه قليله؟ فيها شويه ميه قليله. بعد شويه لو صبرت عندي هتلاقي العنبه دي اتملت ميه عندي وزادت، بعد شويه هتلاقيها زادت قوي، وفجاه تلاقي كل اللي في اللايف كلهم مكان كل سنه.
بتاع 10,000 بتاع 50,000 بتاع 100,000 بتاع مليون، كل عندي البلاي عندي اتحولت لايه؟ لباسكلز كتيره 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 في ادوار مختلفه من النمو. فيها عندي الصغير حوالي كم مللي بتقولوا؟ وفيها عندي ابتو كم سنتي؟ من 2 مللي ل 2 سنتي ادوار مختلفه عندي حضرتك من النمو بتاع الباسكلز كتير كتير كتير. وكل باسكل من دول على فكره كل واحده متعلقه من ايه؟ من عرقوبها. كل واحده يا دوبك عندي حضرتك متعلقه على مين؟ على بلاد باسل اللي هو البيزر ولا السبايرال. عرفت لو اي ايه الديفينيشن بتاع عندي هذا التيومر؟ It is a tumor characterized by 1 تروفوبلاستيك بروليفريشن عنيف، 2 فولد باي اي ديجنريشن. وهو ده الديفينيشن اللي عايزك تعرفه في اخر السنه. 1 ان حصل عندي تروفوبلاستيك بروليفريشن، 2 فولد باي نقط ديجنريشن. اني ديجنريشن عندي؟ هيدروبيك ديجنريشن. بس الكلام ده كتير يا لؤي ولا قليل؟ يعني بيحصل عندي 10% ولا 1%؟ 1 في 1000 ده كلام عندي الانسلنس بتاعته نادره جدا جدا جدا. ممكن تلاقي الانسلنس دي 1 على 250 او 1 على 500. بس هنا في مصر ولا في هونج كونج؟ في جنوب مين؟ في جنوب عندي شرق اسيا. شغل عندي ايه حضرتك؟ شغل جنوب، شغل صعيده، ومحدش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط. محدش لغايه دلوقتي عارف ليه الكروموزومز عندي بتاعت البومه بتختلف. في ناس بيقولوا ان this is a primary oocyte error، يعني هي ان الكواليتي بتاعت عندي حضرتك الاوفم هي اللي خايفه. اما سبيرم يخش الكروموزومز بتاعتها هي اللي بتختلف. وفي ناس ربطنا عندي الجنوب شرق اسيا، جنوب شرق اسيا اللي عايشين على طول بياكلوا ايه وايه؟ رز وسمك. فيقول لك الاكل ده بيبقى فيه فيتامين، بالذات فيتامين ايه يا ولاد لو جات لي في الام سي كيو؟ والنظريه دي يقول لك ايه؟ نيوتريشنال انسفشنسي. وفي ناس ثانيه بيتركوا يربطوا اكل السمك الكتير اللي بتكلم عليه ده بالحساسيه. يقول لك ان ممكن يكون عندي حضرتك ايه؟ سيرتن اميونولوجيكال ايرور. انت عارف احسن حاجه في اخر السنه لما حد يقول لك اي بتيولوجي تقول له ايه؟ زي ما امبارح دكتور الصبحي دخل في الوحده وقعد يقول لهم ايه اسباب الاندوميتريوز؟ فابتدوا يرصوه. قالوا له ايه مثلا يا هابر؟ اول حاجه ايه اشهر ثيوري؟ ريتروجريد منستريشن اوف سيلز. الله، امال ايه اللي فسر الاندوميتريوز اللي في البطن؟ ماير ميتابلاست. الله، امال ايه اللي فسر الاندوميتريوز في المناخير؟ قلب راجل غلبان. الله، امال ايه اللي فسر عندي الاندوميتريوز على سكار سيزارين سكشن؟ امال ايه النظريه اللي بتعمل باكورد دايفرتيكوليشن؟ كالنز دايفرتيكولار مين؟ فالراجل ما عجبوش الكلام. لكن الناس جاوبوا، عارف قال لهم ايه يا طارق؟ قال لهم في اخر السنه ما تجاوبنيش كده. تيجي تقول لي دي ثيوريز وتيجي تقول لي السبب انون، يا اخي ريحتنا يا اخي. تقعد لسه دول ما تفهمش هم عايزين ايه. تيجي تقول له انون السبب انون كده، لا طب استعبط يلا. ما تقول لي دول الاسباب، وتيجي تقول الاسباب يقول لك لا 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 دي ثيوريز، في منها الصح وفي منها مين؟ طب انا اعمل ايه بقى؟ انا اعمل ايه؟ عشان كده انا بكره الجامعة عشان ممكن اقول كلام. بيهتموا بيه لو انت واخد بالك وعارف ايه الريسك فاكتور اللي يخلي عندي البوفم دي الكواليتي بتاعتها تعبان. امال من 15 سنه عفوا، امال اكتر من 35 سنه عفوا. يبقى لو جالك الام سي كيو الريسك فاكتور بتاع الفيزيكولار مود بتاع الزياده دي يجي اكتر عندي في الميدل ايج ولا في الاكستريمز اوف ايج؟ لان عفوا في الاكستريمز اوف ايج سواء السو يونج او السو اولد عندي حضرتك الكواليتي بتاعت الجوبه بتبقى ايه عندي؟ تعبان. والريسك فاكتور الثاني اللي مشهور قوي عندي ان يكون حصل ايه في الحمل اللي فات؟ اصل يقول لك احداث الحمل بتبقى ايه؟ واحداث الدرس بتتكرر ونفس الكلام بيتكرر. سبحان الله. بس المعلومه بقى اللي انت ما تعرفهاش جابت موت الجول الانسنس اوف الكارتس معاك لغايه هنا. معاك لغايه امتى؟ انستنس اوف ريكرنس معاك لغايه امتى؟ لا انا ما بقولش ان الريكرنس 2%، انت كده انت ناصحه ومذاكره. ان الريكرنس من 1 ل 2%، لا انا بقول لك الانستنس احتماليه ان واحده تحمل تاني فيجي لها فيزيكلر مود معاك لغايه امتى؟ ومين اللي قال السنه اللي راحت؟ لغايه مين؟
عرفته ليه في السنة دي أنا ما برضاش إن الست تجات pregnant؟ ليه I don't want إن الست تجات pregnant؟ بسبب إيه؟ لأنها لو حملت احتمال تحمل تاني في مين؟ رابعة إيه؟ ده من الريسك فاكتورز المشهورة. والحاجة التانية لو حملت مين هيعلى؟ أشي سي جي. فأنا هتلخبط، هو يا ترى ده حمل؟ ولا يا ترى ده ريكارنس؟ ولا يا ترى ده حضرتك قلبت عندي كوريو كارسينوما؟ فعشان كده اقول لك ايه اقول لك ايه اقول لك ايه، ممنوع الحمل لمده مين؟ سنه. ممنوع الحمل لمده سنين؟ سنه. اصل لو حملت ممكن يحصل ريكارنس وفيزيكولار مان. اصل لو حملت الاتش سي جي اللي هيعلى ده هيحيرك، حمل عادي ولا ريكارنس ولا قلبت كوريو كارسينوما؟ وياك تعمل لها كونتراسبشن عندي حضرتك بلولا. ليه ما عملش كونتراسبشن بلولا؟ لا لا هي 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 ليه 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 يعني يا ولد؟ وليه بقى السبع بين بليدنج ومين وبين برافو عليك. طب وايه ده بلولا نفسه؟ تمام. طب لو دي على جنب ايه ده؟ ايه الوش السعيد ده؟ تمام. طب ولو وقع لتحت اسمها مين؟ اسمها. طب ده لولا لولا ابو فيتل. طب الفيتل يعملوا لي مين؟ ولو ما حسيتش الفيتل يبقى اسمها مين؟ برافو عليك. فاياك تركبي لولا لا يعمل ايه عندي؟ مبقاش عارف هو يا ترى البليدنج ده بسبب عندي اللولب ولا البليدنج ده بسبب ان الفيزيكولار مول قلب مين؟ هو ايه القاعده في الكوريو كارسينوما؟ اني بيرسيستنت الريجلر بليدنج افتر ريسنت ترمينيشن اوف عندي حضرتك بريجنسي از كونسيدرد كوريو كارسينوما انتيل بروفد اذروايز. يا راجل تقوم تحط لولب عشان يعمل بليدنج بعد ما اتفرج بزيكلر مول علشان يجي لي بليدنج من اللولب واتلخبط؟ هو ده كوريو كارسينوما ولا ده اللولب اللي عمل كده؟ يا راجل يا راجل. يبقى عشان كده اجمل حاجه في بتوع القصر العيني احنا للاسف فاقدينها ان احنا نخش في سفسطه، لكن هم مركزين في مين؟ ريسك فاكتورز عندي. وشايف الحدائق انك دايما التايبس عندي موحده، هنا حضرتك عندي كومبليت وانكومبليت. طب شايف هنا كاتبها مين برضو؟ تو تايبس ميتاستاسايزنج ومين؟ ونان ميتاستاسايزنج عندي. برافو عليك. ويجي واحد زي محمد بص لي حته اتنين بصه دلوقتي وبيقول لي يا دكتور محمد انت مش دايما بتقول ان التايبس في المنهج ثلاثه، ان كلاسيفيكيشن ثلاثه؟ بدل النهارده بيشوه كلهم. اما رجعنا السي بي دي كان السي بي كم نوع؟ بس بعون الله حولناه لكام نوع؟ ثلاثة. حد حاضر النهارده؟ طب بلاش. البرينيال تير كام نوع؟ ثلاثة. طب بلاش عندك. طب الهابيتي والابورشن بعد كام مرة؟ ثلاثة. يا لهوي صباح الفل. خش يا باشا خد. المهم الواحد بيرد ضميره. طب شايف الثلاثة عندي انواع؟ مش هقسمهولك كومبليت وانكومبليت. شفت مقسمهولك ايه؟ لا احترم نفسك واقعد جوه الأوضة غصبا عنك. لازم تقعد جوه تبقى توتال بنايل. بس القعدة جوه لا يا ابو فرحان، القعدة جوه خانقة والله. فانت لو قعدت جوه مش هتستحمل وابوك قافش عليك الباب. اصل الباب كام ملي عندي؟ ثلاثة. يا ابن اللذينة جابها من درس البيبال بتاع الاندوميتريال كارسينوما. يا ابن اللذينة صايع. البيبال من ثلاثة لأربعة. والباسكلز كام عندي يا أبو فراد؟ من 2 مللي ل 2 سنتي. هل كل الباسكلز هتقدر تخرج من الباب وأنا أبوه أهو قافش عليه ولا هو يتخنق؟ طب هو يتخنق عندي يبتدي يهرب. قول لي الطريقين اللي تهرب بيهم. قول لي الطريق السريع يا ولد من خلال الدم. طب قول لي الطريق البطيء تكسر مين؟ حته حته. قول لي بقى يا جميل. يبقى انت لو احترمت نفسك تماما اسمك عندي توتالي مين؟ بنايل. طب لو انت حضرتك ما احترمتش نفسك واديت رايترايم بريشر عالي عليك وبقت الدنيا خانقه وابتديت تكسر الحيطان حيطه حيطه وتعمل ديستراكشن، اسمي كوريو ايه؟ ولا كوريو كارسينوما؟ كوريو ادينوما يا رب. طب انت لو اتخنقت والربت عندي حضرتك مع الدم ورحت لللنج هتعمل ميتاسس مشهوره قوي اسمها مين؟ لا بس ده مش مالجنسي. المالجنسي اهو ميتاستسايزنج مكتوبه هو اللنج. اشهر سايت عندي للميتاستس هو اللنج. امال ده ناتج عن ايه؟ ده تشينج البيهيفير ناتج عن زياده الانتريترايم بريشر عليك. انت بناين لكن نتيجه لزياده الانتريترايم بريشر ابتديت تعمل ايه؟ بيسموه بناين ميتاستسايزنج. يبقى في اخر السنه لما يجي يزنقك
ويقول لك ايه الانواع، بروح قايل له كومبليت وينك ويقول لك لا مش عاجبني الانواع دي، قول لي ان النسا كلها ثلاث انواع. اقول له حاضر يا بيه، اهم مكتوبين في الورقه يا دكتور بنايت. انت انسان محترم، يا ابتديت تكسر الحيطان حيطه حيطه كوريو ادينوما ديستروس، يا ابتديت تهرب مع الدم عندي وترش عندي في اللنج، اسمك عندي بناين ميتاستاسايز. وانا مليجنت ولا لا؟ اسم مين؟ بناين ميتاستاسايز. بس عايز اسالك بقى سؤال يا بنت، مين الاشهر الكومبليت ولا الانكومبليت؟ مين اللي تعرف فيه اشهر؟ رح تبصي تحفظيها كده، الكومبليت مول هي الاشهر، والاشهر ان هي تقلب ايه؟ ملك. الانكومبليت مول هي الرير، والرير ان هي تقلب مين عندي؟ ملك. فاكر الكومبليت اللي كلها فاسكلز 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 بالمنظر ده، انما الانكومبليت شويه فاسكلز وجنبيه مين عندي؟ وجنبيه حضرتك دي. يبقى كومبليت مول هي عندي الاشهر. طب وليه هي الاشهر؟ لو جيت قلت لحد مش مذاكر، مين في دول يقلب مالجنت؟ عارف مين اللي يقلب مالجنت؟ الاقرب للانسان ولا الابعد تماما عن الانسانيه؟ مين الابعد عن الانسانيه؟ اللي مليان فاسك. على الاقل الكومبليت مول في معايا مين؟ عيل. على الاقل في معايا مين؟ عيل. ولعلمكم كل سنه عندنا خناقه في مين اكتر؟ في مين اكتر؟ 2007 يقول لك الكومبليت مول اكتر، 2008 انكومبليت مول اكتر، 2009 كومبليت مول اكتر، 2010 طب اسم السنه دي مريحه عامل ايه؟ مش جايب سير الموضوع، مش جايب سير. وفي اخر السنه في الشفوي، ما في اخر السنه هو بظبطك للشفوي، هقول لكل الناس ان كومبليت مول اكتر واقرب اكتر ان هي تقلب مالجنت. هتلاقي ناس كتيره تعترض وتقول لك العكس، والعلمة ساعتها تقول له لا وتقف قصاده وتعترض ولا فوت له؟ اللي بيقلب له ما جاتش على الكلمة دي، هو بيقيمك وبيديك النمرة على الشو كله اللي انت بتعمله، مش الكلمة دي اللي هتوقعه. اللي بيقلب له وشوية تفهم انت معايا ليه عندي ناس بيقولوا الدين كومبليت اكتر. بس عايز فين محمود حميدة؟ فين محمود؟ عايز اقول لك حاجه يا محمود، علشان انت ما حضرتش معايا الحته دي، ايه حكايه الانكومبليت مول؟ قال بيقول لك ده شغل صعايده قال. بس انا عايز اقول لك على حاجه بقى، الصعيدي بيتجوز مين؟ وهي الست الصعيديه بتخاف، تخافش شرب وده ما تخافش. عشان كده حضرتك احيانا الكروموزومز بتاعت الست الصعيديه تختفي ولا ما تختفيش؟ ما تختفيش. بس شايف الغيصه اللي عندي دي؟ بذمتك بقى عندي كام كروموزوم دلوقتي؟ 23 و23 و23. تقدر تجاوب على السؤال الشافه ده؟ تقدر تفرق بينهم بالكاريوتايب؟ طبعا. الكومبليت مول دايما مين؟ 46. وعلى فكره ممكن يبقوا 46 اي حاجه، اصل اثنين سبير اكس واكس واي واي، بس الاغلب مين ومين؟ وللاسف الاغلب اكس اكس عندي دي شبه الفيميل جينوم. مش كده اخر السنه يلعب عليك في الحته دي، يقول لك كومبليت فيزيكلر مول از لايك ذات اوف ذا فيميل، صح ولا مش صح؟ صح. بس انت بتدمغ ان البروسيس كلها ذكوريه، اسمها اندرو ايه؟ جينيسيس. فاول ما تشوف فيميل دي تعمل عليها ايه؟ مش تقول لك صح لايك ذات اوف ذا ايه؟ اوف ذا فيميل. بس ايه بقى اللي حصل في البارشال مول؟ عك يا معلم، بقى عندي ثلاثه سادس كلهم 23. يلا محمود جاوب عليا، راجل وست يعملوا مين؟ عيل. راجل وست يعملوا مين؟ عيل. راجل وراجل يعملوا مين؟ قفله. يعملوا مين؟ فاسكل. وده تفسير انك ممكن تلاقي عيل وجنبيه فاسكل. راجل عندي وست يعملوا عيل، راجل وراجل يعملوا مين؟ فاسكل. وطبعا زي ما قلت قبل كده الموضوع ما هوش بالهبل ده يا هاجر، ما هوش توم وجيري كده. اصل لو توم وجيري كده، راجل وراجل، راجل وست، لو حللت البيبي كنت الاقيه كام كروموزوم؟ 46. لكن هو كام كروموزوم؟ 69. يعني في هنا عك جامد قوي انا نفسي ما اعرفوش ولا اعرف اشرح. بس اعرف حاجه واحده بس، ان البيبي ده ربنا يتخلص منه. حد عارف ليه؟ 69. مين اشهر سبب للابورشن؟ ماتيرنال ولا يوتراين؟ ومين اشهر كروموزوم الابنورماليتي في الفيتال؟ بولت بلويد. بالمنظر ده بولت بلويد. البيبي هينزل لوحده، حد عارف هينزل لوحده ليه؟ اصل البيبي المشوه مسامينه مشوهه، يشك واحد ورا الثاني ويبتدي عندي ده يطلع 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 يطلع, يطلع وينزل دم ويحصل له ايه لوحده؟ يعني بيته بالاهو. يمكن هو ده السبب ان الانكومبليت مول ما بنشوفوش كتير. ليه نادر وما بنشوفوش كتير؟ لانه بينزل. يمكن هو ده السبب ان ليه الدكاتره في اخر السنه بيقولوا ان هو الاكثر؟ لان يظهر لما بنبحث ستات كتير بنلاقي عندي في التحليل بتاع السقط كتير ترايبلويدي،
يظهر ان هو دي الحقيقه، يظهر ان هو ده سر الاختلاف، ولو ما فهمتنيش مش هتقدر تفهمني، يعني ما اقدرش اعيد الكلام ده تاني. يظهر ان هو ده سر الاختلاف، ان انا بقول لك الكومبليت مول اكتر والانكومبليت اقل. حتى عرفت دلوقتي ليه الانكومبليت اقل؟ لان بيكمل ولا مش بيكمل؟ لان بيبقى مشوه مش بنشوف. طب عرفت ليه في الشفه والناس بيقولوا لا هو الاكتر؟ لان بنشوفه كتير في مين؟ في سبيسيمنز، لان دول بيسقطوا كتير ونشوفهم فين؟ في سبيسيمنز. علشان كده انا بقول لك قابل، لازم تقابل كل حاجه، ما تتنعش ما تتنعش. بس هي تجيب، هي تتبصلي بس وهقابل. هي تجيلي بايه يا اولاد؟ ببليدنج. طبعا عندي دخله في الترياق، امينوريا وبين وبليدنج. وركزوا جدا، البين الاول ولا مين؟ البليدنج. لو البليدنج الاول انا بتكلم على مين؟ اقول لو البين الاول والاساس بتكلم على مين؟ انما هنا البين والبليدنج اخبارهم جنب بعض، ملخبطين في بعض، ملخبطين في بعض. تيجي الست عندي كيس بالمنظر ده، تيجي يقول لك واحده حضرتك عندي حضرتك امينوريك فور 3 مانس، امينوريك فور 3 مانس، اند باي فايندينج ذا فاندل ليفل ات واز فاوند ان ذا امبيليكس. طبعا معروف ان 3 مانس المفروض يبقى عندي مين؟ سيمسز. انما عند الامبيليكس ده حضرتك اخباره ايه؟ ده كبير جدا. Then the patient had presented عندي with bleeding by examination it was found بطيخه كبيره انا برضه انطيت. طبعا الناس عارفه البايلاتري سوالي دول اسمهم مين؟ دي كاريوتين. بقول لك بقى upon general examination لهذه العيان مش بس لقيناها حضرتك عندي سيفير لانيميك من البليدنج، لا ده لقينا عندها هايبر امسس جاك ليه؟ يا ولد اتش سي جي عندي عالي جدا، برافو عليك. لا مش بس كده، ده انت ممكن تلاقي عندها كمان سيفير بريكلامس. ليه؟ لا اصبر اصبر اصبر، شايف البروكلاست الكبير دول عاملين ايه على البلاد فاسل؟ خنقوه، عملوا عليه نوع من انواع الايه؟ بازو سبات. اصل البريك لمسه حاجتين، يا عيب في الوعاء الدموي يا اما مين كتير؟ تروفوبلاست كتير. خش عليا قول ادرانو زيرو، هادرس فيتال زيرو، توينز عندي غيره، فيزيكلر مولا اهو، انتوا مش راضيين تطلعوا ليكم مين اللي لوحده ده؟ انتي فوسفوليتد سندروم، برافو عليك. ده مش بس كده، ده ممكن ده يجيب لي عندي بري كلابسه ايفن قبل الاسبوع يا ولد عليك، ده لسه واخدينها اول امبارح في الكلينيكال قبل الاسبوع ال 20. لا استنى، وممكن العيانه دي تيجي بسبب الله. انت متخيل البلاسينتا بيفرز هيومن كوريونيك جونادوتروفين اللي شبه القل قبش بس؟ لا حضرتك دي بتفرز هيومن كوريونيك كل حاجه. البلاسينتا هو اكبر مطبخ في جسم الحامل، بيفرز عندي جميع هرمونات الجسم. الحق الست عايزه عندي حضرتك ترضع، ده حضرتك مش هنكتفي بالبرولاكتين اللي فوق، هتلاقي في حاجه اسمها هيومن كوريونيك عندي سوماتو ماموتروفين. الحق الست الميتابوليك ريت عايز يزيد، ده هتلاقيها تطلع حاجه اسمها هيومن كوريونيك ثايروتروبيك. بس ليه الست الحامل العاديه ما بتحسش بالحاجات دي؟ طب وليه الست دي بقى هترتعش؟ تروفوبلاست كتير، بنايت بروفريشن، قطو انه ممكن يجي لها ثايروتوكسيكوزيس. شفت الكيس اللي جت 2006؟ قال لك ان الست دي جت حضرتك الاستقبال ونفس الكلام، وفضل ليفل اباف ومش عارف ايه، وبطيخه كبيره وبرتقالتين، والشباب كلهم عرفوها. وبعدين قال لك جت العيانه حضرتك عندها ديهايدريشن ايماشيشن، وما اسم ضغطها لقيناه قليل ولقينا اسيتون في البول. مين دي؟ مين دي اللي جالها اسيتون في البول؟ جالها ليه اسيتون في البول؟ من كتر الهايبر اكسس جرافيدرا ستاربيشن كوتوزس، برافو عليك. والكيس اللي بعديه قال طب افرض جت عندي بضغط حضرتك عالي جدا 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 ومفيش زلال في البول وبترتعش. سايروكسيكوز. طب افرض جت بضغط عالي جدا جدا وما بترتعش وفي زلال في البول. طب افرض جت بضغط واطي جدا ونبض عالي جدا، ايه العينه اللي تيجي بضغط عندي واطي جدا ونبض جدا؟ شفت هيموراجيك شوك. ليه؟ شفت الاربعه جنرال اكزامينيشن طلعت منهم؟ ان ممكن تجي لي حضرتك بهيموراجيك شوك، اعرف يعني ايه انيميا؟ ان البلس عندي عالي وان البلاد بريشر قليل. عرفت ان هايبر امسس جرافيدارا معناها ان الضغط قليل ومن الاستربيشن كيتوزس في اسيتون في البول.
عرفت حضرتك ان البري كلامسيا ده ضغط عالي وزلال في البول؟ عرفت حضرتك ان الثايروتوكسيكوزيس ده ضغط عالي ومفيش زلال في البول لكن في رعشه طبعا زي ما انتوا كلكم عارفين عن الثايروتوكسيكوزيس؟ يقدر الراجل يمانيبيوليت يو؟ طبعا. بس مشكلتك يا بسنت انك لو بتذاكري نظرك بتحاولي تحفظي وبتتوهي في الورق. انا بقول لك حط لنفسك سكيما جنرال اكزامينشن، هنا هتلاقي انيميا وشويه حاجات، الناحيه الثانيه يا شيخه برضو انيميا وشويه حاجات، هنا هتلاقي الابدومنال اكزامينشن في سوالنج وبين، الناحيه الثانيه يا شيخه هتلاقي برضو سوالنج وبين. بتتعبي نفسك ليه؟ والسوالنج دايما يا يوترس يا اوفر. واقري بقى على الرسمه هتفهمي ليه سبب اليوترس كبير وسبب الاوفر كده على الرسمه. ليه اليوترس كبير يا بسنت؟ اليوترس ستاند ويز ايه؟ فاسيكلز، مليان فاسيكل. واما اجي اعمل اكزامينشن عندي هلاقي اليوترس ده في عيل ولا ما فيهوش عيل؟ الا الحالتين. ليه كومبليت مور ومين؟ وتويرز. ليه كومبليت مور ومين؟ وتويرز. برافو عليك. امال هلاقي ايه بقى للعيل؟ هلاقي فاسيكلز ميه. الدنيا كده يا احمد، احساس انك تلاقي ميه في الرحم، لحمه ومليانه ميه، احساس العجينه ده اسمه ايه بالانجليزي؟ دوي، دوي سنسيشن. دي كلوز كلها جايبها لك في الكلينيكال. ان نو فيتال هارت ساوندز هاف بين هيرد، وفي عندي دوي سنسيشن، ولقيت ان الاوفرز عندي حضرتك بايلاترال كبار. حد عارف يا دينا الاوفرز عندي البايلاترال الكبار دول اسمهم ايه عندي؟ اسمهم عندي فيكاليوتيك بلي. ماشي ماشي. والاتش سي جي ده بيشتغل كانه مين؟ طب والقل قش ده بيشتغل على انهي خليه؟ الجرانيولوزا ولا الثيكا؟ هاي القل قش عندي بيشتغل على الخلايا اللي هنا اللي اسمها مين؟ ثيكا. يشتغل على الثيكا عندي ويدخل فيها حضرتك عندي كوليسترول او كم كربون اتوم يحوله للبروجسترون. انا عمري ما قلت 24، لا لا لا، اقول للبروجسترون ابو كام كربون اتوم يحوله عندي لاندروجين ابو كام كربون اتوم. ويعمل ايه بعد كده؟ يقف على كده. محتاج بعد كده الافرس قش يشتغل عندي على مين علشان يحوله؟ جرانيولات بانزيم كلكم بقى طحنتوه اسمه ايه؟ اروماتيز. يبقى شايف لو الاتش سي جي عالي بيشتغل كانه قل قش ولا افرس قش؟ طب والقل قش بيشتغل على انهي خلايا؟ ثيكا ثيكا ثيكا. طب هو بيشتغل على الثيكا يدخل فيها مين الاول؟ ليوتين ليوتين ليوتين. عرفتوا يعني ايه ليوتين؟ ايه الماده الصفراء اللي عندي؟ كوليسترول. عشان كده بيسموها ثيكا ليوتين عندي سيستس، وتبتدي كل الخلايا تتنشط وتطلع كل الهرمونات دول، بروجسترونات واندروجين واستروجين، بروجسترونات واندروجين واستروجين، ويبتدوا يتحوشوا عندي جوه اكياس اكياس اكياس، وفجاه لها بطيخه كبيره وايه؟ برتقالتين. وربنا ما يرضاش بالظلم ابدا، ولا يرضى بالحر ابدا، ولا يرضى بالدرس يتكلم كده ابدا. اما قلت ايه؟ انا كنت عمال بقول بس شفت البنات
لما يودي لما يبقى في عندي سؤال كبير والدنيا تبقى كبيره، لازم ربنا يوجد طريقه ان البسكتس دي تطلع. حد عارف الطريقه دي؟ انا عارف عن طريق دي. تعالى اقول لك الثلاث انواع من الدين اللي عندي. حد عارف النوع ده من الفيل اسمه ايه؟ ده ديكو ابراهيم. لكل الفئه ده رد الفئه يقول لك الرحم عامل زي الاسكت فشيل دوق يمسح. عارف النوع ده من الفيل اسمه ايه؟ كولك. وعارف الكولك فين ده ربنا عمله ليه؟ علشان يزود. والله لو قلت لك انتر ريفرنش، بس المهم لما يزيد عندي انتر ريفرنش البت يا ولد برايك مش ان الباسكتس تمشي ايه؟ تحت، ما تمشيش على الجنب، لان لو مشيت على الجنب وخرمت هتعمل لي نوع من البين اسمه ايه؟ شارب ستاك. تقدر تقول لي الثلاث انواع من البين بس برضه ماي؟ ده الايكينج بين، بولك بين وشارب ستاك. وبص يا ابراهيم السنه دي دايما بيبقى السؤال وامتى يبقى اكيوت ابدومين؟ ودايما الاجابه زي ما خدنا في الاندوميتريوسس انسيست. ودايما عندي السؤال وامتى يبقى كيوت ابدومين؟ ودايما الاجابه وحياه ربك في المنهج شايف السكيما. ودايما لو حصل تورشن او ربشن او هيمورش ممسك. حد يا جماعه يوم ما هنفرغ الست دي وننزل الباسكت، حد هيجي يشيل عندي الاوبرس دول ولا هنسيبهم؟ هتسيبهم هم هيخسوا لوحدهم، هيخسوا بخلال قد ايه؟ جامد موت اليوم. ليه قلت شهرين ثلاثه؟ بسم الله ما شاء الله. لان الاتش سي جي بقى نيجاتيف في خلال قد ايه؟ شهرين ثلاثه. رغم نقدر انك تلمس عندي الاوبرس دي اكسبت في حاجه واحده بس، لو حصل عندي مين ابدومين. ساعتها اعمل لابروت من الاكيوت ابدومين واشيل. وشايف البليدنج اللي نازل ده عليه حاجه بس لا يا ولاد لا 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 انا عرفت الحاله خلاص. انا شاكك عندي فيه زيت. يا جماعه ما تيجي نقطع الشك باليقين، نعمل عندي مين؟ انفستيجيشن. وعارف الانفستيجيشن دي حضرتك لو عملت اتش سي جي النورمال في الحمل كام الف؟ ودايما الابنورمال ضعف النورمال 100,000 فيما ايه؟ فيما فوق، فيما فوق. ومش الاتش سي جي وبس، انا بقول لك هي شايف مكتوب ايه الفوائد بتاعتها؟ ده انا مش بس هشخص، دي كمان هت ايه؟ بروجنوستيك وكمان هت ايه؟ فرفور. حد عارف عن ايه بروجنوستيك؟ انت الاتش سي جي او السيرفس انت يبقى هاي ريسك. واضطر عندي الفيزيكال اللي يجاوبه ده يبقى جدا. انت يبقى هاي ريسك واضطر وانا بعمل سكشن ادي بروفلاكتيك ميتوتريكس انت واخير مثلا دي في نفس الوقت. اكتر من كده. الهاي ريسك ان ادي كيمو ثيرابي مع الفيزيكال مور حاجتين كبار. لو لقيت السيست اكتر من 6 سم او لو لقيت الاتش سي جي عندي اكتر من 100,000 برافو عليك. عشان كده بقول لك ان هو اخباره ايه؟ بروجنوستيك. اكتب جنبيها وحش لو اكتر من 100,000 عندي. وحش لو اكتر من 100,000 عام. وحد فاكر يا جماعه الالترا ساوند الصوره اللي بتبان عندي عاصفه الثلج بالليل دي كان اسمها ايه؟ كل الكلام ده طز فيه، لان لا يمكن اقول ان ده تيومر غير ما اخد مين؟ والبايوبس دي هتجيلي بطريقه من الاثنين، لو هي صغيره في السن هعمل سكشن، لان هي كبيره في السن هعمل عندي استريكتومي. ساعتها الاقي في البايوبس هلاقي عندي البلس البروفوبلاست اللي فيها كتير وبقت عندي لونها ابيض. ليه لونها ابيض؟ حصل ايه في البسلس عندي؟ اسكيميا. برافو عليك. مش كده يقول لك الفيزيكال مور السلايد بيضاء، يقول لك ايه؟ باللاي باللاي، لكن حضرتك بقت ايه؟ اباسكولار اباسكولار. انما الناحيه الثانيه يقول لك عندي مين؟ العكس. ايه عكس عندي الاباسكولار باللاي؟ في فاسكولاريتي وفي افيلا سباتي. شفت المذاكره بالمقارنه عامله ازاي؟ العكس عندي تماما. ليه يا دكتور الناحيه الثانيه كل الكارسينوما ما فيهاش عندي باللاي؟ يا ابني مالجنس، يا ابني شيتس في مالجنس سيلز، مالجنس سيلز كتيره قوي بالمنظر ده. فين البلس؟ افيلا سباتي ما عادش فيه خلاص. طب يا ابني ليه حضرتك يا مراد؟ اصل يا ابني علشان الخلايا المالجنس دي تزيد بتبعت فاكتورز، حد عارف اسمها؟ انجيوجينيك فاكتورز. وهذه الانجيوجينيك فاكتورز بتخلي عندي مين يكبر عندي؟ أوعية دموية وليدة اسمها مين؟ دي قوية ولا هشة؟ ومن الفراجيلتي بتاعتها حضرتك تنزف وتخلي الفيلد أخباره إيه؟ هيموراجيك. عشان كده بقول لك الناحية دي عندي حضرتك باللاي لكن عندي أباسكولار، الناحية التانية عندي مفيش باللاي لكن في عندي مين؟ فاسكولاريتي هيموراج. ولازم أفرق بينهم لأن في واحد هخلص منه وواحد شور هديله كيمو ثيرابي. مين اللي هخلص منه عندي على طول؟ الفيزيكال. وده اللي أنا بخاف منه.
ان حضرتك لما تديلك الكيس بالمنظر ده وعليها بليدنج، اول حاجه واهم حاجه لازم تكتبها طالما في بليدنج لازم يبقى ريسستيف وحياه ربنا وحساب الملكين، وتعمل له صفحه كامله عن وايت بور كامله وسي بي بي وازاي يعني ايه محاليل ويعني ايه بلاد ويعني ايه بلاد كومبونس ويعني ايه كريستالويدز ويعني ايه مش عارف ايه ويعني ايه بلازما اكسباندرز ويعني ايه ديكستريم، افلام على الريسستيشن. واخر السنه يقول لك في الشفا والكيس دي وانت حضرتك تقول له اه يا بيه حضرتك الكيس دي على طول هعمل سكشن ايفاكيويشن، يقول لك مش ممكن انا مش عايز منك تفاصيل، انا كل اللي محتاجه من الاندر جراديويت ان هم يبقى سيف دكتورز. يا ابني ايه اول حاجه تعملها للعيان بالمنظر ده؟ ريسستيشن. انا مش عايز تفاصيل. قلت له يا اولاد معقدين كده؟ شفت الوش عندي اللي بيتقلب ازاي في اخر السنه؟ لو تيجي ما تقولوش تفاصيل تقول ريسستيشن يقول لك يا هيافتك يا اخي. تيجي تقول له حضرتك التفاصيل تقول له وفين الريسستيشن؟ ده اهم حاجه في الدنيا الريسستيشن. الست بتنزف يا جدعان. اخر السنه عندنا مشكله كبيره قوي في الشفوي. الراجل اللي هيجيب كويس في الشفوي هو اللي بيعرف يعامل الناس ايه؟ الناس ايه؟ لو انت من النوع الانتروفيرت، لو انت من النوع اللي بتقفش، لو انت من النوع ما بتعرفش تكسب عندك المصادر، صدقني نمرة كبيرة او حق اللي منها كسبتها. حكم كبير من عندنا بيعتمد على ايه يا ولاد؟ بيعتمد على ايه؟ سوري على الشخصية. ايه بلغوا عشان شويت كده؟ بيعتمد على الشخصية بتاعتك فين؟ في الشكل. لو البنت صغيرة في السن اعمل لها مين؟ سألش الاجابة. بس يا دكتور ده مرض واحد في الموت دخل وقال عندي انا ينفع انزل عندي الكورس. يا دكتور ده واحد دخل وقال عندي ينفع انزل عندي الدي ان سي برضه لا. دول يستخدموا ولا ما يستخدموش؟ اه يستخدموا يا ولد يا بيشوي في الاول ولا في الاخر؟ في الاخر. اياك ان انا افرغ عندي الفيزيكلر مول عن طريق ستوسن او بروستاجلاندين او ميثرجين، لان لو اديت الحاجات دي هتعلي مين؟ انتراكراني ولسه الدنيا قافشه عليك يعني. هيحصل على طول حاجه من اثنين، يا ميتاستاسيس يا اما عندي يحصل كوريو ادنوما ديستروس. اياك يا ابني تعمل دي ان سي في الاول اياك، لان انت بتكحت عند عجين. حد عارف العجينه دي اسمها ايه عندي؟ دول اكيد هيحصل عندي مين؟ بيرفوريشن. بس حضرتك قال هو بستخدمه بس في الاخر. يعني ايه في الاخر؟ يعني اول حاجه حضرتك بعملها ان انا بوسع السيركس. ماشي يا دكتور. وبعد كده بحط هنا السكشن ماشين بتاعتي، شايف؟ وادي السرنج اهي، شايف؟ بتاع 60 سم، شايف؟ وابتدي عندي اشفر. انا متوقع عندي مع كل باسكل عندي تقع، شايف؟ مع كل باسكل تستوي وتكبر وتقع، ينزل وراها نقطة دم. حد عارف نقطة الدم دي جت منين؟ من الفرع اللي هي كانت ماسكه فيه، من عند السبايرال باسل اللي هي ماسكه فيه. فعشان كده اول لما الباسكل تنزل هتلاقي هيرويد بليدنج. حد عارف ساعتها ايه الحل؟ ادي البولكس بشده. يا دكتور مش هتزود الانتراكتران بريشر؟ لا طبعا، لانك فاتح السكه لمين؟ لتحت. طب وبعد ما حضرتك نشفط نشفط نشفط، لا يمكن بالشلموت شفط كل حاجه، اكيد في الاخر بيتبقى مين عندي في قعر الكوبايه؟ شويه بواقي. طب شويه البواقي دي بالايه؟ بنلحسهم، بتعملهم بالايه؟ بالدي ان سي. يا دكتور ما انت منعت الدي، منعتها في الاول لما كان في باسكلز عندي كتيره حضرتك. هفضل اكحت نص ساعه، انما في الاخر عندي وخلاص، هنزل اثنين ثلاثه باسكلز عندي في الاخر وخلاص. حتى يا سيدي يا ابراهيم لو انت حلو يا سيدي ابراهيم دي، حتى يا سيدي ابراهيم يا سيدي انت يا اخويا لو انت خايف ان انا عندي اخرج، انا ممكن اكحت جايدد باي. استاذ يا راجل انك صايع، عارف الواد جابها منين جايدد باي الترا ساوند دي؟ جابها عندي من اخر سنتي في السكندري بوستبارتم هيمرش. ولا تقوم ياض انت عجبتني. يعني ايه؟ ان السكندري بوستبارتم هيمرش الموست كومن ريتيند بار والموست سيريس مين؟ كوريو كارسينوما. ولو فعلا هتكحت عندي وخايف لا تخرم، دايما الحل عندي اكحت ايضر ايه؟ الترا ساوند. ولا اقول لك تعمل ايه لو لقيت 40 سنه يا ابراهام؟ انا اشيل الرحم بس اشيل الموبايل كمان ولا لا؟ استعدت يا عدو المراه، سيب الموبايل هتفس لوحدها بخلال كم شهر عندي؟ شهرين ثلاثه. ما تشيلش المبيض الا في حاله واحده. رابشر برافو عليك. انما غير كده مالكش دعوه البرتقانه الكبيره دي هت ايه؟ هتفس. بس خد بالك من حاجه، حتى لو عملت هيستريك لازم اعمل. طب انت بتتكلم بجد يا دكتور؟ والله العظيم شويه باسكلز ممكن يغابوا هنا ولا هنا، او بالذات عندي في اللنج. اصل الكومنس متاسس عندي مين؟ في اللنج. يعني فولو اب للاثنين يا دكتور. وفجاه وانا بعمل فولو اب
لقيت ال HCG عندي حضرتك ضرب لفوق. هوبا العيانة دخلت في مين؟ ارجع للؤي تاني. يعني ايه كوريو كارسينوما؟ المصيبه انك بتبص عليا ولا ترد. يعني ايه كوريو كارسينوما؟ انت سيجنايم ولا مالجنت؟ مالجنت تيومر تروب والجزنس بتاعه كله ولا ايه؟ وموجود اكتر في جنوب مين؟ شرق اسيا. والاتيولوجي بتاع حضرتك لازم عشان ايه كوريو كارسينوما؟ لازم يبقى قد ايه مصدر لمين؟ لتروفو؟ لا مش لازم. شايف حضرتك عندي مين؟ الاوفري. اخبار الاوفري ايه حضرتك؟ عرفوها لحد جاب بنت مجنونه. الخلايا اللي في الاوفري تقدر حضرتك تمثل عندي اي خليه في الجسم. ودليل ان مره طلعت ايه؟ ودليل ان مره طلعت ايه؟ عظم ثايرويد براس. تعرف حاجه اسمها شتراما اوفرياي؟ طب تسمعوا حاجه اسمها كارسينويد تيومر؟ اخدتوه في الجراحه؟ جي اي تي؟ طب خد دي. مين عند حضرتك الاكثر؟ كارسينويد تيومر بتاع جي اي تي ولا بتاع الاوفري؟ بتاع الاوفري صح. ليه بتاع الاوفري؟ ليه؟ بتاع جي اي تي. بيعدي على الهيتيروفاتيك سيركيليشن بيكسر البراري. الاوفري دي مجنونه ممكن تطلع اي خليه. ايه مين عندي؟ التروفوبلاست. ايه ده؟ شايف اخر السنه اما تقول له لازم يبقى بلاير جستيشن يقول لك لا يا حبيبي ممكن تبقى نون جستيشن. حد فاكر الحصه اللي فاتت الديفرنشال دايجنوز بتاع الشغل السيستم حاجه اسمها اندوميتريويد تيومر اوف ذا اوفري؟ انا ما متقبلش. اندوميتريويد تيومر يعني الاوفري ممكن تطلع مين؟ اندوميت مجنونه يا طماطم تطلع عندي اي حاجه عندي في الجسم. بس خد بالك بقى حضرتك يا اما جاستيشن يا نان جاستيشن. شرط يبقى غير زيكلر مول ولا مش شرط؟ لكن غالبا هيبقى بزيكلر مول. لكن ينفع يجي بعديك مثلا يا محمد؟ ينفع يجي بعد سقط عندي او بتاع برنسي؟ اي مصدر لمين؟ للتروفوبلاست. برافو عليك. وهذا المصدر عندي يا ريت ميتاستاسايز اليمين. اياك تقلق من الميتاستاسيز عندي حضرتك بتاعت مين عندي؟ الكوليكوستوم. لان اشهر ميتاستاسيز بتروح لمين؟ اللنك. اللنك ما بنعتبرهاش مشكله عندي. لان حضرتك بتروح عندي لوحدها. اكتب بس عندي حضرتك تحت اللنك ميتاستاسيز ثلاث صفات. نمبر 1 ان دي اشهر ميتاستاسيس بتعملها الكوليكوستوم للعظم. ومن كتر ما هي عندي اكتب جنبيها جنب اشهر ده 80%. اكتب جنب اللنج بين قوسين تحت كلمه ميتاستاسيس 80%. ومن كتر ما عندي حضرتك هي مشهوره عندي الكلاسيفيكيشن او الاستيجن بتاع تيومر دخلنا فيها عندي بقى شايف اسهل استيجن في الدنيا. ستيج 1 انت فين؟ بالراحه. ستيج 2 انت فين؟ في الحوض. ستيج 3 انت فين؟ في اللنج. ستيج 4 رحت عند المين؟ لاي ديستربت. اسهل عندي ستيجن في الدنيا. شايف مكتوب ازاي على الورقه اللي عندك للدكتور؟ 1 2 3 4 مش اسهل من كده. ده من كتر ما اللنج مشهوره عندي دخلت عندي في الستيج نمره 2 ولا نمره 3؟ نمره 3 صباح العرب. وايه الكاركترستيك عندي بتاع حضرتك عندي اللنج بتاستس عندي؟ انا بيقول لك ان بيبقى لارجر ذان ذا برايمري. شايف ممكن البرايمري يبقى هنا. شايف الرسمه دي حاجه صغيره قوي لوكالايز او ديفيوز. اما احنا دايما قلنا التيومر بيبتدي لوكالايز ويحاول يبقى مين؟ ديفيوز. شايف الماس المالجمنت حاجه صغيره جدا جدا جدا. لكن شايف الكامل بول حاجه كبيره جدا جدا لارجر ذان ذا برايمري. لكن ما تخافش نوتري لان التميز بتاعه ان هو بيختفي مع علاج مين عندي؟ مع علاج عندي البرايمري. مش كده انا فاكر في اخر السنه اما بيجيب لك سلايد والسلايد دي بيجيب لك فيها اكس راي على الشاست وفي كمان بول متاسس ويقول لك وات از ذا بيست مانجمنت فور ساتش كيس. طب انا اسمع غريبه ثيراكوتومي توتال لانجكتومي وشويه كلام وانا انزل بيه من سلطان. كيمو ثيرابي يا كيمو ثيرابي يا حبيبي. خف البرايمري عندي هيختفي عندي مين؟ السبب ده من كتر ما المتاسس ده عبيط بيعتبره ولا حاجه. اتعرف ان العينين بعد شويه قسمهم لك لو ريسك وهاي ريسك؟ اتعرف لو عندي لانج ميتاستاسيس بتتحط تحت انهي كاتيجوري فيهم دلوقتي؟ تحت اللو ريسك. للدرجات اللانج ميتاستاسيس عندي ولا حاجه. والنون ميتاستاسايزنج دول حلاق ولا تفكر فيهم خالص. بيقول لك نوع عندي اسمه لوكال انفيزيف وعشان كده نون ميتاستاسايزنج يعني لوكال انفيزيف. ونوع تاني اسمه بلاسنتال سايت تروفوبلاستيك تيومر. يعني ايه يا دكتور بلاسنتال سايت تروفوبلاستيك تيومر؟ يعني التروفوبلاست يا سيدي اللي هو ناوي يعمل البلاسنتا مش التروفوبلاست ده هيعمل بعد كده بلاسنتا فضل في مكانه.
بلاسنتال سايت تروفوبلاستيك تيوب. فضل من مكانه وما رضاش يعمل اي ايه اساسا اسمه بلاسنتال سايت تروفوبلاستيك تيوب. فضل في مكانه ما بعدش عندي اي حاجه. مش مهم، المهم عندي افتكر ان دايما الجي تي في نوعين، يا كومبليت يا انكومبليت، يا ميتاستاسايزنج يا نان ميتاستاسايزنج. المهم افتكر عندي ان الكلينيكال بيكتشر جنرال لو هناك في انيميا وشويه حاجات هنا برضو علشان سرطان، انيميا وايه؟ وكاشيكسيا وايه؟ ميتاستاس وايه؟ وبرجاوي. قول لي بقى يا احمد ازاي عندي توصل للبرجاوي في نور؟ انتر ايليا؟ استرنال ايليا؟ طب والانتر ايليا دي اسمها ايه؟ اوبتيوريتور. برافو عليك. اطلع الكومن ايليا فار اورتك استرنال كارلا ثراسك ده لفت سوبر كلافيكولار فين، وبعد كده عند المين بالفيتامين فلو. ومش مهم انك تعرف عند السيمتوم، المهم ان الاكزامينشن توحده جنرال وابدومنال ولوكال. وشايف عندي ابدومنال حضرتك في ايه؟ نفس الكلام اللي هناك سوالنج وبرين. مش السوالنج اللي هناك كان يوترس واوبري؟ السوالنج ده برضه حضرتك يوترس واوبري. مش السوالنج اللي هناك عرفت اليوترس ده عباره عن شويه فاسكلز ودوي سنسيشن ونو فيتس، والاوبري عندي حضرتك عباره عن فيتال انتينسيس. نفس الكلام الاوبري هنا حضرتك ممكن يكبر. نعم يكبر ازاي ده يا دكتور محمد؟ قول لي كده ازاي يكبر؟ ميتاستاز زي سي ميتاستاز زي سي. او استنى استنى، مش ده برضه بيطلع اتش سي جي؟ فيكال يوتينسيس تيسي سيكال يوتينسيس تيسي. واليوترس يكبر. اي تيومر يا اولاد في الاول بيبقى لوكال وبعد كده بيبقى ايه؟ ديفيوز. عارف اسوأ نوع عندي في اليوترس اسمه ايه؟ ده اللي انا عامل عليه علامه استفهام، اللي جوه الحيطه ده. اللي جوه الحيطه ده اسمه مين؟ انترا. ايوه اكتب جنبي انترا ميورا. اكتب جنب علامه الاستفهام والتعدد دي انترا ميورا. ليه ده اسوأ نوع؟ اللي يقول يبقى معلم مش هعرف اشخصه، لان مهما عملت دي ان سي مش هتعرف تشخصه. نيجاتيف حاجه عند حاجه، نيجاتيف ايه عند ايه؟ نيجاتيف دي ان سي. الله، امال اعرف ازاي؟ اللي يجاوب يبقى معلم. ايه الحاجه عندي اللي ممكن اعملها تعرف ان في هنا سرطان مليان اوعيه دمويه بتغذيه واوعيه دمويه بتغذيه واوعيه دوبلر دوبلر. بص تحت على الانفستيجيشن، شايف الاول اتش سي جي وبعد كده الترا ساوند، ويجي الدكتور يقول لك لا وانا عايز اثنين راديولوجي كمان. قول له الاكس راي ليه وبتاع؟ قول له طب الاكس راي ليه؟ قول له حضرتك الاكس راي علشان الكام دول متسق. طب اقول لك والدوبلر ليه؟ اكتب بقى جنب الدوبلر بين قوسين علشان الانتراميولر. ولا مكتوبه؟ مكتوبه الحمد لله. ويجيبوا لنا الكيسز كده في اخر السنه والدوبلر عندي علشان اقول ان هو مالجنا. كل الحته دي اسامه هتخليك تلف حوالين نفسك. الدوبلر التقرير بتاعه بيقول ان فيه هاي ريزيستنس ولا لو ريزيستنس؟ بص الدفعه تتلخبط كده. هاي ريزيستنس ولا لو ريزيستنس؟ الكل متخيل ان هي احنا بنحسب الدوبلر بالفلو، وتبقى سهل قوي الهاي فلو او لو فلو، وتكتشف ان احنا بنطلع بحاجه اسمها انديسس، والاندكس بتاعنا دايما اسمه ار اي. يعني ايه ار اي؟ ريزيستنس اندكس. اما ابقى هاي فلو شور عندي هبقى ايه ريزيستنس؟ لو ريزيستنس. وما ابقى لو فلو اكيد عندي هبقى هاي مين؟ ويجيبوا لنا الكيس في اخر السنه بيقول لك واحده ست وكان بطيخه كبيره وبرتقالتين وشفطناها وبعد ثلاث اشهر جت بريزيستنت الريجلر بليدنج. اول حاجه اشك فيها بريزيستنت الريجلر اختار اكستربنيشن او بريكس. ايه القاعده بتاعتي؟ فعملنا حضرتك دوبلر طلع ان في عندي حضرتك لو ريزيستنس. لو طلع لو ريزيستنس تتوقع ايه عندي؟ مالجنسي. يبقى كتبت جنب الدوبلر عندي لو ريزيستنس، كتبت جنب الدوبلر عندي لو ريزيستنس. شفت ازاي ان انت ممكن بالورقه تقدر تعرف كل حاجه؟ يبقى الابدومين كتبت جنب لو ريزيستنس، ابدومين اكزامينشن عندي سوالنج وبين. السوالنج يا رحم كبير يا مبيض كبير. والرحم كبير ليه؟ ماشي يا عم مالجنسي. والمبيض كبير ليه؟ يا عم سيكال انتنسيس يا عم متاس. ايه المشكله؟ طب والبين سببه ايه؟ تاني اي اكيوت بين عندي نتيجه عن مين؟ ما هو ده اللي انا كاتبه. تورشن رابشر. اصل الاساس ان التيومرز المالجنس بينفول ولا بينلس؟ ويبقى السؤال اللي نزل في الشفو امتى يبقى بينفول؟ رابشر تورشن عندي او هيموريج نيجاتيكال يوتينسيس. او لو المالجنس خرم وعمل عندي اكيوت مين؟ بينفوريشن. صحيح انا كاتب لك الاثنين.
راشر هيموريج كومبليكيشن ان اسيست، او حضرتك عندي يبقى قاع دايلات، يبقى شكل كده كل الاوفريان سيستس عندنا دي ار بينفس. وامتى يبقوا بينفول؟ لو حصلهم كومبليكيشن. وقاعده يا اولاد، ما بنمدش ايدينا على الاوفريان سيستس الا لما يبقوا عندي كومبليكيشن. خلاص بقت قاعده، وبقت قاعده عندي ايه كاتب لك في اللوكال اكزامينشن، اني بيرسيستنت الريجولر بليد اللي عندي افتر ريسنت ترمينيشن اوف بريجننسي ايكوال عندي كوريوكارسينوما. المطلوب من حضرتك تعمل حضرتك ثلاث حاجات. ايه اول حاجه؟ اتش سي جي عادي. ايه ثاني حاجه؟ الترا ساوند. هي دي الراديولوجي الوحيده اللي محتاجينها. انا ممكن احتاج مين؟ ابسلين دول، لكن لا يمكن ااكد غير بمين؟ دي ان سي. ساعتها تطلع السلايد بيضاء ولا هيموراجيك؟ طب ساعتها اقول لها حلوه انت بقيتي مين؟ بقيتي عندي حضرتك كوريو كارسينوما. ما تخافش. علاج الكوريو كارسينوما سهل ولا صعب؟ سهل جدا. جراحه ولا كيموثيرابي؟ كيموثيرابي. يبقى توقع ان السؤال اللي هيجي في اخر السنه، امتى هعمل هيستريكتومي للكوريو كارسينوما؟ شايف؟ كتبت جنبيها شفوي. امتى هعمل هيستريكتومي للكوريو كارسينوما؟ شايف؟ امتى هعمل سيرجري؟ شايف ازاي مظبطها لك ب3 سي؟ ايه يا دكتور؟ لو ابتديت ادي ميثوتريبسين او اكتينومايسين دي والشعر وقع، او الجي اي تي اتدمرت في مونسز، او البوم باظ حسب ابلاستيك انيميا، كل ده الست مستحمله كيموثيرابي ولا كيموثيرابي انتولرانس؟ ادي اول انديكيشن. وتاني انديكيشن، لو لقيت الست كبيره في الايه وكبيره في الايه؟ كومبليت هير فاملي اند اولدن ايج، ودي تاني انديكيشن. وتالت انديكيشن بحرف السي، لو عندي الدنيا بقت كومبليكيتد. ويعني ايه كومبليكيتد؟ ان الماسز المالجنت دي حصل منها سبير هيموريدج او بعتت ميتاستاسيس، يبقى الكومبليكيشن اللي عندي سبير هيموريدج او بعت مين عندي ميتاستاسيس. شايف ممكن يبعت ميتاستاسيس لمين؟ قول لي كده. اليوترس ممكن يبعت ميتاستاسيس لمين؟ للاوفري، لاي حاجه في الحوض. طب لو بعت للمن؟ طب لو بعت لاي ديستال اورجن غير اللنج زي البرين مثلا؟ ستيج فور. اسهل عندك ستيجنج في الدنيا ولا لا؟ طب احنا برضه بتوع حاجات سهله، وهي دايما 1 و2 و3 و4 ولا تحتيها ايه وبي وسي دايما؟ خد عندك بقى يا سيدي، بيقول لك عندي ان ايه تكتبها هنا تحت اللنج، ايه اكتبها معايا الله يخليك، نو ريسك فاكتور. وبي ولا مكتوبه؟ وبي وان ريسك فاكتور، وتبقى ستيج سي لو عندي 2 ريسك فاكتورز. يبقى قال حاجه واحده بس، ان اعرف مين هما الريسك. انا عندي 2 ريسك فاكتورز مصطفى، اول ريسك فاكتور اللي انت عارفينه الاقي الاتش سي جي اكتر من كام؟ 100,000 اهو مكتوب. طب وتاني ريسك فاكتور ايه؟ احمد، هي واحده جالها بزيبلر مول وشفطناه، متوقع لو لا قدر الله قلبت كوريو كارسينوما بعد شهر ولا بعد شهرين ولا بعد 3 في الفتره دي. طب وايه رايك لو جالها كوريو كارسينوما بعد اكتر من 6 شهور؟ ايه رايك في قسوه القلب دي؟ لسه فاكر يا احمد؟ فاكر لما شفتك اول مره من 6 شهور؟ فاكر الكلاش اللي حصل بيننا؟ ولسه فاكر لغايه دلوقتي؟ يا قلبك القاسي يا احمد، يبقى امتى الكوريو كارسينوما يبقى قلبها قاسي؟ بعد مرور قد ايه عندي من الحمل اللي اتفرج؟ 6 شهور. وخدي بقى الكيس دي خصيصا ليكي، شفتك النهارده وانت نازله من البيكانتو المشمشي. خدي بقى هذا السؤال ليكي. والله العظيم وانتوا الثلاثه لابسين حجاب احمر كان منظرك تحفه. قولي لي بقى يا حبيبتي، ربنا يكرمك، واحده ست عندي كان عندها بزيكلر مول، استني بس ركزي، عملنا سكشن ايفاكيوشن، وبعدين جت بعديها ب 8 اشهر بهيموبتسيس، عملت اتش سي جي طلع عندي 80,000. اول واحد يقول ستيج كام؟ ياخد ال 20 جنيه. 3 بي اول واحد. كريم هو لا بس يا كذاب احسن معاك وقتك يا ماما تعمل حبها على كريم، تاخد الفلوس بتاعتك من الاداره بره مش اخرس. يلا جميل. ليه قلت 3 بي؟ اولا الهيموليسيس ده معناه ان المتاس حصل لمين؟ بقيت 3 على طول. طب وبي دي هي اللي ضايقتني شويه، اصل ايه نو ريسك فاكتور وبي وان ريسك فاكتور؟ ايه هو الريسك فاكتور اللي كان عندي؟ 8 اشهر. يا قلبك يا قاسي يا احمد، تمام. وفي ريسك فاكتور تاني ولا لقيت ان الاتش سي جي قل من 100,000؟
طلع كام؟ 80 ألف. شفت الكيس عندي تيجي ازاي؟ بيقول لك في الاول بطيخه كبيره وبرتقالتين وبعدين سكشن وبعدين ويجي اول سؤال وات ذا ستيج؟ ويجي تاني سؤال وات ذا تريتمنت؟ لا تحسن ده تريتمنت سنجل بيجنت لو لوريس مالتيبل بيجنت لو فيروس. انت بقى الله يخليك اقلب الصفحه اقلب الصفحه الله يخليك على المقام واكتب عندي حضرتك الورقه اللي معانا مطلوب دي واكتب ايه هم الريسك فاكتورز وازاي حضرتك عندي بنعمل ستيجنج هتلاقي موجوده في الورق النظري حاجه كده جدول بشع ومرسوم عليه مقص طبعا انتوا عارفين يعني مقص حلاق جدول بشع بشع. تعال نشوف الريسك فاكتورز اللي عندي دي ايه هي. اول ريسك فاكتورز البيشنت نفسها والتاني ريسك فاكتور التيومر. صدقني ده انك مصحى والله العظيم لان هم دول البروجنوستيك فاكتورز فعلا بتاع اي سرطان. والتالت طب ايه التالت بروجنوستيك فاكتور بتاع اي سرطان؟ التريتمنت بتاع الدكتور. شو اللي هيسافروا من الجدول المكتوب في الكتاب رغم ان نقلوا من الكتاب الاسم لكن بشع موت تمام؟ ايه عندي اللي بعتمد عليه البيشنت؟ اول حاجه في البيشنت اكتب كده عندي الايدج الايدج السن بتاعه والتالي مكتوب لها سكور واحده تاخد صفر واحده تاخد واحد واحده تاخد اثنين واحده تاخد ثلاثه واحده تاخد اربعه قصدي اعتقد مين اللي هياخد سكور وحش؟ انهي ايدج اللي بيتجنن؟ اكستريمز اوف ايدج. انا اكتب ايدج وبس انت ما عليكش فهم السكور ايه هو انت عليك بس المحددات بتاعته ايه هو. برافو عليك. وتاني حاجه في البيشنت نوع البريجنسي ده كان ايه؟ مين عندي اللي انت متوقع يجي لها كوريو كارسينوما؟ اللي كانت حامل في ايه؟ زيد. طب مين اكتر حاجه انت مش متوقع؟ لو حامل في ايه؟ فيك فول تيرم حرام عليك يا قلبك يا قاسي يا احمد تمام؟ يبقى في سكور اندكس محطوط عندك. هل اعرف مين اللي هياخد صفر وواحد واثنين واربعه؟ هل انا امبارح في الافس عندي كلاسيفيكيشن ايه الافس دي يا بسام؟ هل قلت حاجه ولا قلت تيوب واوفري وبريتونيوم ونديول واديجن؟ زي هنا بالظبط زي هنا بالظبط. وثالث حاجه عندي في البيشنت ايه هي عندي؟ يا ترى هذا الحدث الديوريشن بتاعت الايفنت مين اسوء حاجه يا احمد؟ اظن مش هتنسى مين اسوء ديوريشن لو انت اكتر من كام شهر؟ ست شهور ما عليكش السكورنج ايه هو لكن عليك انك تعرف المحددات. التيومر التيومر تيجي عندي تقول لي حضرتك التيومر ده السايت السايز النمبر الميتاستاسيس تيجي عندي تقول مين اسوأ سايت اللوكالايزد ولا الديفيوز؟ مين اسوأ سايت مستخبي عندنا الله يخرب بيته؟ الانتراميول الانتراميول والسايز وتلاقيه كاتب بقى مش عارف اقل من سنتي ياخد كام من سنتي ثلاثة ياخد كام اكتر انا مال انا انا مال انا والنمبر انا ممكن الاقي عندي ماس اثنين ثلاثة وميتاستاسيس طبعا كل لما يبعد عن بس مين اللي انا قابلها على فكره وحبيبها؟ الله برافو عليك والتريتمنت التريتمنت هل عندي العيانه دي حضرتك عندي اخذت عندي بريفيوس كيموثيرابي عندي حضرتك ولا لا؟ يعني ايه بريفيوس كيموثيرابي؟ اصل انا ممكن تجي لي عيانه كوريو كارسينوما واديها ميسوتريكسين ويفضل مين عالي؟ اش سي جي عالي فبعتها لزميلي فيروح مديها مين؟ ماك ميثوتريكسيت واكتينومايسيتين وسايتروفوسامايد ويفضل الاتش سي جي عالي فبعتها لزميلي التاني ويعلى ويدي عندي 3 ريجمن ولا 5 ريجمن؟ يدي ايما كو فيا ترى اخذت بريفيس كيموثيرابي ولا انا اول واحده قابلها؟ يا ترى اخذت عندي مالتيبل ايجنت قبل كده ولا اخذت عندي سنجل ايجنت؟ ايه ده؟ ده سكور بقى وتخيل لكل حرف انا كاتبه صفر وواحد واثنين واربعه تخيل لكل واحد انا كاتبه بياخد يا صفر يا واحد يا اثنين واربعه وبتطلع عندي في الاخر عندي برقم برقم انا مال انا وتخيل الورق اللي انت معاك النظري مش متقسمه مكتوبه غباوه كده ورا بعض انا قايلها من كتاب الاسم لطش كده على طول لكن شايف على الاقل هنا عندي مقسمه لك الفاكتورز الثلاثه يا رامي بتوع ايه؟ بتوع البروجنوزز عندي ولو قعدت احسب 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 وطلع عندي ان السكور اقل من اربعه يبقى اسمه ايه ريسك؟ لو ريسك ولو لقيت عندي السكور اكتر من ثمانيه يبقى اسمه ايه ريسك؟
واللو ريسك عند الاقل من 4 بياخد كام كيموثيرابي؟ سنجل ايجنت، شايف؟ بسم الله ما شاء الله، درجة النجاح كام؟ 97% طب والعياذ بالله. شايف عندي أكتر من 8؟ لا أكتر من 8 ده يعتبر هاي ريسك، بياخد كام عندي ايجنت؟ مالتيبل ايجنت. شايف عندي حضرتك نسبة النجاح كام؟ عندي للأسف 70%. للأسف الورقة بقى النظري، الورقة النظري مش مكتوب فيها التفاصيل اللي دي، يعني مكتوب تقريبا اللو ريسك ياخد سنجل، يا ميثو تبسيت يا كتينو مارسن دي، الهاي ريسك ياخد مالتيبل، يا مات يا ايما كو، تزود ومكتوب دي نسبة النجاح 97 ودي مكتوب 70، زود بقى معلش، ان اللو ريسك اكتب كان ايه معناها اقل من 4. زود بقى معلش، ان الهاي ريسك معناها عندي اكتر من ايه؟ اكتر من 8. زود دي بزود. لا مكتوبه في النظري اه، بس ما انا عايز الورقه دي هي اللي تذاكر منها. لا مش مكتوبه هنا. اه انت كملتها يعني. دي اقل من 4 وده. طب معلش وكمل دي بقى، كمل دي بقى. وامتى هعرف عندي حضرتك ان الست شيرفي اما لقاش سجين امين؟ انا علمتوه كده نيجاتيف واحده يا سلمى، نيجاتيف نيجاتيف بالتلاتة بالتلاتة. وشايفه ساعتها بتوع الكيماوي بتوع الكيموثيرابي بيقول لك ايه؟ للتوكيد انا بقى عايزكم اللي انا كاتبه بالاسود او اللي كاتبه بالاسود ده تزودوه. اقل من 4 دي مش مكتوبه، مكتوبه في النظري، اكثر من 8 دي مش مكتوبه، 3 نيجاتيف عندي. وللتوكيد لو انت وان ريسك ادي كورس كمان، ادي جرعه. لو انت هاي ريسك ادي عندي حضرتك 3 جرعات كمان. لا يا دكتور محمد او للتوكيد، للتوكيد بعد الثلاثه نيجاتيف، يبقى طب رابع بعد الثلاثه نيجاتيف. انت كده فهمتني يا محمد مصطفى؟ تمام. يبقى لو انت لو ريسك عندي هفضل اتابع بالميثوتريكسين او والا الميثوتريكسين. كل ما اقول للناس في الشفا محمود ميثوتريكسين يقول لي زهقنا منه بقى، ما عندكش دواء بديل الميثوتريكسين عندنا هو مين؟ اكتينومايسين. حتى ايفن في الاكتوبيك لو حد قال لك ميثوتريكسيت في دواء تاني تقول له مين يا محمود؟ اكتينومايسين. وساعتها تفضل تتابع اللو ريسك لغايه ما يبقى نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. لا ودي كمان كورس الله يخليك. وساعتها تتابع عندي حضرتك الهاي ريسك لغايه ما يبقى نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. ندي جرعه توكيديه قد ايه عندي ريم؟ ندي 3 جرعات عندي توكيديه. قشطه يا اولاد؟ قشطات يا اولاد؟ اشوفكم على خير باذن الله. يلا